قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأبجور شرايحة، حلقة جديدة ومميزة بعنوان عتاب المحبة. شارك في الحوار عبر الهاتف كل من الأيكونومس قسطنطين هلسة كاهن رعية الروم الأرثوذكس، والأبج في السويد خوري كنيسة مار شربل المارونية بعمان. وقد دعت الحلقة لأن يقود العتب بين الناس لإعادة العلاقة بينهم إلى ما كانت عليه، كما تطرق الحوار إلى مراجع كتابية من الإنجيل. فإلى هناك، أنت لما بتعاتب عليك أن يكون الوجه اللي أنت لابسه أو الثوب اللي لابسه ثوب المحبة، وفي مقولة تانية بقول لك ثوب المحبة وثوب التواضع، يعني أنك أنت إذا أخطأ إليك إذا أخطأ إلي أخوي، أنه أنا من حبي لأخوي أني أنا اللي ببادر بالعتاب. بس العتاب الإخوة مثلا هذا اتضاع من الشخص اللي مخطئ بحقه، يعني مثلا أنت أخوك غلط فيك ودايقك وسمعك كلام مثلا مش مزبوط وزعلت منه كتير وإلى آخره، أنت بتحب أخوك وما بدك أنت تقطع هالعلاقة بينك وبين أخوك، وبدك ترجع المحبة اللي كانت قبل بناتكم قبل ما تصير مثلا هذا الموقف. ويعني الحياة فيها كتير من المواقف أحيانا بتكون سارة وأحيانا غير سارة. فأبونا لما أنت بتروح عند أخوك وبتعاتبه في محبة، شو بيكون الهدف من العتاب؟ ما في إلا المحبة يعني أكيد. بس الهدف من العتاب شو هو؟ إعادة هالعلاقة اللي بالزبط. كانت. فإذا كان الإنسان اللي بيعاتب، هون في فرق كمان بين العتاب وبين التوبيخ وبين اللوم، كنت عم تحكي عن اللوم. نعم. يعني في فرق بين العتاب والتوبيخ واللوم. العتاب هدفه إرجاع العلاقة، إصلاح العلاقة، طبعا إرجاع المحبة اللي كانت موجودة قبلا أنها ترجع وتستمر. فالعتاب دائما منقول بمحبة، العتاب على قدر المحبة. كتير في منسمع هذا المثل بقولك العتاب على قدر الم... ليش بتحكي معي وليش بتعاتبني وبصار إيش شو بيني وبينك؟ يعني أنا من محبتي إلك وبحبك كتير وبحب تضل هالعلاقة معك مستمرة وما بحب أقطع معك العلاقة، فعشان هيك أنا بعاتب المحبة. ومهم الجزء الثاني أكتر، يعني مهم أنا بقول إن لما بتروح بتعاتب باتضاع، مش تروح تعاتب بدك تفرجي غلطه علشان يعرف حجمه، لا هذا مو عتاب، هذا لو لا هذا مو عتاب، بدك تفرجي وبدك تبهدله، بدك تاخذ حقك منه، بدك تنتقم. يعني اصلا ما كان في محبه، الامراض هاي الانتقام، ما في محبه اصلا، والحقد ولا وبدء الكره هاي كلياتها هذه ما بتدخل مع موضوع العتاب. انت بهاي المفردات اذا الواحد دخلها بين الشخص اللي قاعد عم بيواجهه مثلا بزعله وامتعاضه او شيء، دخلت هاي الكره والكبرياء والحقد والصوت العالي والنبرة العالية والتون العالي انه هو اعلى منه وانه مين شايف حالك ومين كذا، هذا مو عتاب، هذا بصفي نوع لوم. طيب. وتوبيخ. لكن العتاب بدنا نكون كلمتين، العتاب المحبة والاتضاع. موضوع العتاب اللي بدأ فيه يعني كيف بدي أحكيها، موضوع نعتب بعض البعض اللي بدأ فيه هو ربنا، ولذلك ربنا استعمل هاي الصيغة قبل ما تكون موجودة. نعم. هلأ إحنا ما بدنا نقيس مفاهيمنا الحضارية اليوم. نعم. بين 2000 أو 3000 سنة، قبل بهذاك الوقت عقول الناس تختلف، عقول الناس تتسم بالقسوة، حب الانتقام، الغضب، القتل والحروب أحيانا، الوضع السائد في هذاك الوقت. لكن موضوع العتاب اللي بلشه هو ربنا نفسه،
لما كان يعاتب الشعب القديم ويذكرهم انه هو شو عمل مع ابائهم، شو عمل مع اجدادهم، كيف تعامل معاهم، وبيعتب الشعب الاسرائيلي القديم انه ليش انتوا بعدتوا، ليش انتوا جحدتوا. على هذا الاساس نجد سفر مثلا اشعياء النبي مليان يا شعبي بناديهم يا شعبي ماذا فعلت بك، يا شعبي ماذا صنعت بك، ألم أخرجك من أرض مصر، ألم أطعمك المن في البرية، ألم أسقيك في صحراء سيناء ماء من صخرة، ألم ألم ألم. فهي صيغة عتاب اللي بدأ فيها لأول مرة عبر التاريخ هو ربنا لما كان يعاتب شعبه. لكن نجد صيغة العتاب في العهد القديم أوضح بجلاء في سفر ميخا النبي. في سفر ميخا النبي في الأصحاح 6 والآية الثالثة، الآية رقم 3، ربنا على لسان ميخا النبي: يا شعبي ماذا صنعت بك وبماذا أحزنتك. يعني هذا نوع مش عتاب عادي، هو ربنا عم بيعاتب شعبه وبمرارة. أبونا أنت العتاب يعني بحياة الإنسان وأنت ككاهن، يعني إذا كم مرة، بديش أقول إذا أخطأ إليك تسامحه لا تصالحه زي ما حكى 490 مرة بالإنجيل، بس أكم من مرة يا أبونا إذا إنك تقدر تعاتب أخوك؟ يعني ليك دكتور، القصة منا قصة كم مرة، هي نعم. العتب جرح كبير. نعم. أنا بصدق وأبونا جورج بيعرف نحن ككهنة عنا. نعم. أنا عتبين على كنيستي. نعم. عتبين على رجالاتها، عتبين على شعبنا، عتبين على حالي مرات. نعم. عتبين على كل رواد واقع التواصل، الطريقة اللي منتخاطب فيها مع بعضنا، بعتب على الإعلام، عندي عتب على السياسيين، عندي عتب على الشبيبة، عندي عتب على هالأدمغة اللي خلقت على مواقع التواصل شيء زؤان قد ما بديك. عتبين على الأهل دكتور. أنا عتبين على المتمولين، عتبين على الأصدقاء، على أنه قديش تخلفنا وصرنا خليفانة عم نرجع، عتبين على الأحبة، عتبين على حبيبتي، عتبين عليكم كمان أنتو، لأنه بالحقيقة نورسات وتليليمير بعد فيها تعمل أكثر، فيها تكون أجرسيف أكثر مثل ما بنحكي بالباسكت وبالفوتبول. أنا عندي عتب كتير كتير واضح، وعندي صرخة متلاني من عتب المحبة. ومين منا ما صرخ لربنا عن جد عدنين خلص بكفي عن جد؟ عتبين على اللي صار مبارح وعلى اللي بيصير بغزة، عتبين على قادتنا سياسيين، عتبين على الحبيب. وانتو بعرف انه عم تحكوا عن اللوم عن الحبيب، بس خليني هون فوت معكم بقصة الحب، لأنه عن جد وقت اللي منعتب دكتور منعتب لأنه موجوعين.